اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الفردوس بلا حساب ولا عقاب، اللهم وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين، اللهم واحفظ سلطان هذه البلاد السلطان رجب طيب أردوغان، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبه وجميع حكام المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعلهم عزا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الفردوس هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نرجوك رحمتك للشهيد الحافظ محمد علي أزبدا يا رب العالمين. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين يا رب.